Olá, seguidores do canal Viva Jael, aqui é o Davi Almescani e venho trazer hoje para vocês um vídeo não muito novo, de 2017, porém que trata de um assunto muito atual. O assunto se Israel vive em uma terra ocupada, se antes aqui era Palestina, se existiam aqui palestinos antes disso. Um jornalista do Kuwait deu sua opinião sobre o assunto. Esse vídeo é para aquelas pessoas que dizem: mas quem sempre fala a favor de Israel, quem sempre vem defender Israel são os judeus. Ou é o canal Viva Israel, ou são outros canais aí falando sempre a favor de Israel, que Israel tem o direito àquela terra. Então, esse vídeo, para quem tem dúvidas, isso aqui é um árabe falando, não sou eu falando, é um árabe falando, o vídeo está legendado. Eu peço que assista o vídeo até o final para poder entender de tudo. E o mais importante, enviar esse vídeo aí para os seus amigos que ainda têm dúvida. Talvez escutando de um árabe, eles passem a entender um pouco mais a verdade. Mas se ainda restar dúvida no final desse vídeo, talvez eu tenha que fazer um outro vídeo desenhando, porque em palavras fica meio difícil. من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا أم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية. هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية وشرعية، نعم، لا أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف دينيا، الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن، مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره، ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف، يعني شوف، خلينا نحدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة ايه هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. ايه، من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في اكثر من 60 عام؟ لا، هذا ما يصير، تخيل، ما يكون تخيل، ليس ما له وجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا، حتى أن الآية الكريمة قالت إن فيها قوما جبارين، كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين، وأصر أنا على ذلك. ماشي، في قال لك مقالة أبو بدر ذكرت فيها حرفيا: يا ليتني كنت جنديا إسرائيليا. نعم، يعني هل وصل الـ يعني الآن هو الموضوع، ما عاد يعني موضوع اعتراف فقط، أنت اليوم تتمنى أن تكون جندي في هذا، نعم، وما تربطها بلسانك، تربطها كشباب عربي، يعني نعم، أنت تربطها بأن الشباب العربي يتمنى أن يكون جنود لإسرائيل. بالضبط. هل هذا منطقي وواقعي؟ هذا المقال كتب عام 2006 عندما خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأمنيتي أن أكون جنديا إسرائيليا ليس المقصود بها أن أحمل السلاح وأحارب مع إسرائيل. الأمنية هي أن الدولة هي دولة إسرائيل كيف انتفضت عن بكرة أبيها لتدافع عن جندي واحد إسرائيلي. فأنا أقول يا ليتني كنت جنديا حتى تدافع عني دولتي. بالله عليك لو كان هذا الجندي في دولة عربية دون أن أسمي دولة، المقال موجود، دون أن أسمي دولة معينة، هل كانت أمته أو كانت دولته أو كان رئيس دولته حينتفض نفس الانتفاض الذي انتفضته إسرائيل لآلاف القتلى من الدول العربية ولا أحد يهتم بهم؟ أنا الحقيقة تحفظ على كلمة تطبيع وأرجو أن نسميها التعايش السلمي مع دولة إسرائيل. وهذا اللي ما عملوا به مصر والأردن بالضبط، هو تعايش سلمي. وشنو كان نتيجته؟ استفادة الطرفين. فهل نحن اليوم كعرب وكمسلمين يجب أن نقف مع الإسرائيليين ضد حزب الله؟ هناك مقولة لدولة أو لرئيس دولة خليجية كبرى تقول لدي استعداد أن أتحالف مع الشيطان ضد الكيان الفارسي. طيب، والشيطان هنا يقصد به إسرائيل، واضح. لأن هم يسموه إسرائيل الشيطان. ولكن أنا أقول لماذا لا أتعايش سلميا مع إسرائيل وأتعاون معها على رد عدوي الكبير اللي هو النظام الفارسي، الكيان الصهيوني ضد إيران. النظام الفارسي يتباهى بأنه احتل 4 عواصم عربية وسيحتل الخامسة. هل قالت إسرائيل هذا الكلام أو تباهت بأنها احتلت شيء؟ لم تتباهى، لأنها لم تحتل، هي جاءت إلى بلدها. أما الكيان الفارسي الإيراني فهو كيان مغتصب. أنا أؤيد أن يكون هناك تحالف ثلاثي بين إسرائيل والدول الخليجية العربية وأمريكا لمحو شيء اسمه حزب الله من الوجود، محو كامل لا تقوم له قائمة. Bom, meus amigos, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto e esclarecedor. Peço a vocês que enviem esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Vamos espalhar a verdade. Agradeço por terem ficado até o final desse vídeo e até o próximo.